الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة وهداية وإماما للعالمين. عزيزي الطالب، واصل معك الحديث فيما طرحته من سؤال في أخريات الدرس الماضي الذي تناول مسمى الإيمان وأقوال الناس فيه، حيث وقفنا على مسألة جد خطيرة ومهمة في البيان والإيضاح، وهي مسألة زيادة الإيمان ونقصانه التي عقدت هذا الدرس من أجلها. زيادة الإيمان ونقصانه، حول هذه النقطة نسرح بأفكارنا وأذهاننا ونعنى بالنظر إلى تلك العناصر التي يشتمل عليها هذا الدرس. إن هذا الدرس يحتاج إلى أن نبين لك مذهب أهل السنة والجماعة وأدلتهم في هذه النقطة، أيضا نبرز لك بعضا من أقوال الصحابة في زيادة الإيمان ونقصانه، وأخيرا أو قبل الآخر نقد بك على أقوال المخالفين وكيف رد الإمام ابن تيمية رحمه الله عليهم، ونبين لك الراجح في هذه المسألة. أما عن النقطة الأولى وهي بيان مذهب أهل السنة والجماعة وأدلتهم، تبعا لاختلاف الناس في مسمى الإيمان كما قلنا، اختلفوا في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. فرأينا أن أهل السنة والجماعة ممن كان دأبهم كتاب الله وسنة نبيه، يقولون إن الإيمان يزيد وينقص، يعني يرون أن الإيمان لا يكون ثابتا، بل ربما يضعف ويزداد قوة، ويزيد بالإيمان وينقص بالمعصية. واستدلوا على إثبات الزيادة بأدلة كثيرة من القرآن والسنة. فمن أدلة القرآن قول الله تبارك وتعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله أيضا كذلك: وزدناهم هدى. الزيادة هنا زيادة الإيمان، والزيادة هنا زيادة الهداية من الواحد المنان. ويقول تبارك وتعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ويقول: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. كذلك هذه الآيات القرآنية ليست خلوا عن بيان النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أدلة السنة النبوية العطرة التي تشرح لنا وتؤكد لأهل السنة والجماعة فيما ذهبوا إليه على زيادة الإيمان ونقصانه، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشهير حديث شعب الإيمان، حيث قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فانقسام الإيمان إلى شعب يدل دلالة قاطعة على التفاوت في الإيمان زيادة ونقصا، تبعا لتمسك المؤمن بهذه الشعب. فمن كان قريبا من الشعب مؤمنا بها، يعمل بمقتضاها، ينطلق في دنيا الناس بتلك الأخلاق، كان إيمانه قويا. ومن ترنحت نفسه وتقهقرت روحه، فأخذ بنفسه إلى البعد عن تلك الشعائر الإيمانية الصحيحة، كان إيمانه ضعيفا، وهذا ما نلمسه في دنيا الناس. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حنظلة الأسدي رضي الله عنه: والذي نفسي بيده، إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، لكن يا حنظلة ساعة وساعة. 3 مرات صلى الله عليه وسلم نطقها. إن النبي هنا أراد أن يعلم سيدنا حنظلة عندما قال: يا رسول الله، إنا كنا إذا كنا معك نكون على ما تعلم، لكن إذا ذهبنا إلى دورنا عافسنا النساء وأخذنا الأولاد وشددنا الحياة إلى غير ذلك، نجد أن نفوسنا قد ضعفت وأن إيماننا قد قل. وهذا يؤكد على حرص الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين على أن يظل إيمانهم قويا. فأكد له النبي صلى الله عليه وسلم على أن يهنأ المرء ويهدأ، ويعلم أن الإيمان يزيد وينقص. ولو كان الأمر بهذه الصورة التي رآها حنظلة لكان الأمر شاقا، لكن الإسلام دين رحمة، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسله ربه رحمة للعالمين. أيها الشباب،
بعد أن وقفنا على زيادة الإيمان نقف أيضا على نقصان الإيمان. نعم لم تأتي نصوص قرآنية في نقصان الإيمان، ولعل هذا مما جعل الإمام مالك رحمه الله يتوقف في مسألة نقصان الإيمان، لكن جاءت نصوص كثيرة من السنة النبوية العطرة تثبت نقصان الإيمان، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أثبت النبي صلى الله عليه وسلم هنا ضعف الإيمان، وهذا يستلزم القول بنقصانه. إن النبي هنا أكد على أن الإيمان ينقص حينما قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع، أي كان إيمانه أضعف من مرحلة التغيير باليد، فليلجأ إلى تغييره باللسان. فإن ضعف إيمانه إلى مرحلة لا يستطيع الثبات بلسانه، فليثبت أو أن يثبت الإيمان الذي هو بقلبه، حتى يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم هنا على أن آخر مرحلة أو مراتب الإيمان الإنكار بالقلب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسرق السارق حين يسرق هو مؤمن. نفى النبي هنا كمال الإيمان الواجب للنجاة من الوعيد وإن لم ينتفي عنه أصله، وهذه قاعدة هامة، هي قاعدة أن اسم الشيء مطلقا يقع على الكامل منه ولا يستعمل في الناقص ظاهرا إلا بقيد. يعني حينما نقول قولا على شيء أو نحكم على شيء بحكم فنعطي له اسما كاملا، فإن الاسم الكامل إنما يطلق على كمال الشيء كله، فإن نقص منه شيء لا يطلق عليه الاسم الكامل. كما نعلم فنفي الإيمان في الحديث السابق يقع على الإيمان الكامل، أي نفى النبي عنه الإيمان الكامل، ولكنه لم ينفي الإيمان مطلقا، لأنه أطلق اللفظ فقال وهو مؤمن، ولم يقل لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ناقص الإيمان. ونفي مرتبة الكمال لا يلزم منه نفي الحقيقة كلية. نلجأ الآن عزيز الطالب إلى أقوال الصحابة أو جزء من أقوال الصحابة في زيادة الإيمان ونقصانه. فمن أقوال الصحابة في زيادة الإيمان ونقصانه ما ورد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: إن من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد الإيمان أم ينقص، وإن من فقه الرجل أن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه. انظر إلى تعاهد أبي الدرداء لنفسه ووصيته لكل من يأتي من بعده من كان يقول لا إله إلا الله. على العبد أن يعاهد نفسه وأن يعاهد إيمانه بداخله، عندما يضعف إيمانه لابد أن يشحذ همته ويقوي عزيمته ويقوي إيمانه، فإن نقص إيمانه حاول تكميله، وهذا يؤكد على أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يعلمون أن الإيمان ينقص. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الإيمان يزيد وينقص. هذا نص صريح من أبي هريرة رضي الله عنه. وكان عمر بن الخطاب يقول لأصحابه: هلموا نزدد إيمانا، فيذكرون الله عز وجل. وفي حديث علي رضي الله عنه: إن الإيمان يبدو لمضة في القلب، وكلما ازداد الإيمان ازدادت اللمضة. قال الأصمعي: اللمضة مثل النكتة أو نحوها. لذلك عزيزي الطالب، لذلك أخي المؤمن في كل مكان، عليك أن تتعاهد نفسك وأن تعي أن كل سيئة يقبل عليها العبد إنما تكون كالنقطة السوداء في القلب، ولربما تزداد النقطة فتأتي على القلب كله ليكون رانا، وإذا ما وقع والعياذ بالله الران على القلب أصبح الإنسان في الحياة كالبهيمة أو أشد، كما ذكر ربنا في كتابه. وعن عبد الله بن عكيم قال: سمعت ابن مسعود يقول في دعائه: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. لماذا طلب هذا الصحابي أو هذا العابد الحقيقي لربه طلب زيادة الإيمان؟ لعلمه ويقينه أن الإيمان ينقص، فكان يداوم الدعاء للواحد القهار. بل إن الإمام ابن تيمية استقصى الأقوال في المسألة فنقل أقوال 11 صحابيا كلها تثبت زيادة الإيمان ونقصانه، ليقرر بذلك ثبوت لفظ الزيادة والنقصان من الإيمان عن الصحابة، ولم يعرف فيه مخالف منهم. ننطلق الآن إلى أقوال المخالفين في زيادة الإيمان ونقصانه، وكيف كان رد الإمام ابن تيمية رحمه الله عليهم. كان للخوارج والمعتزلة وجماهير المرجئة
رأي في المسألة، قالوا إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص بل هو ثابت. عندهم معنى واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله، يعني يرون أن الإيمان كالثوب، إن انقطع جزء منه انقطع كله، وغدا هذا الإيمان لا قيمة له، لأنهم يرون أن الإيمان عمل، فإن ذهب بعض العمل ذهب الإيمان كله. ومن هنا يذهب أيضا بعض القائلين بالزيادة، الرأي الثاني، فيقولون نتوقف في النقصان، يعني نعترف بوجود الزيادة لكن في النقصان نتوقف، وهو إحدى الروايتين عن مالك رحمه الله، حيث يرى أن الإيمان لا يجوز أن نقول عنه أنه ينقص. إن الإيمان، الإمام مالك رحمه الله يرى أنه لا يجوز نقصان التصديق، لأنه إن نقص أي التصديق صار شكا وخرج عن اسم الإيمان. أما عن مذهب القول بالزيادة والجزم بعدم النقصان، هو أيضا شبيه بالرأي الثالث، إلا أن فيه جزما بعدم النقص، بينما الأول فيه توقف في المسألة، والله أعلم. بهذا أشار الإمام ابن تيمية إلى هذه الأقوال، ولكن كيف كان للإمام ابن تيمية من موقف؟ نرى أن الإمام ابن تيمية رضي الله عنه، حيث قسم المعاني المركبة، وهو يرد على هؤلاء المخالفين، قسم المعاني المركبة كالإيمان. الإيمان هنا مركب من قول وعمل واعتقاد، فيرى الإيمان الإمام ابن تيمية أن الإيمان يتركب من أجزاء، وهذه الأجزاء حصرها في قسمين. المركب الأول الذي إذا نقص زالت عنه التسمية، وإن لم تزل الحقيقة. فمن عنده مثلا 10 سيارات يقوم بفعلها والاستفادة منها، إن ملك 10 سيارات، وعلى حد تعبير ابن تيمية عنده 10 دراهم، إذا أنفق درهما فإن اسم 10 يزول عنه يقينا، كما أن من لديه 10 سيارات إن باع منها واحدة لم يطلق عليها 10 سيارات بل صارت 9. يقول ابن تيمية هنا إن اسم 10 يزول عنه يقينا، ولكن حقيقة ملكه للتسعة الباقية لم تزل، فما زال عنده رصيد مال. وكذا من نقص إيمانه بارتكاب المعصية زال عنه اسم الإيمان المطلق أي الكامل، ولكن بقي معه مطلق الإيمان أي أصله، ما لم يأتي بناقض كلي للإيمان، كان يرتكب الكبيرة مستحلا لها. ثانيا، المركب الذي إذا ذهب بعضه لم تزل عنه حتى التسمية، وهو اسم الجنس الجمعي كالماء والتراب. إن كان عندك كمية من الماء أو من التراب ففقدت بعضها، فإنه يصدق عليك قول من قال بأنك ما زلت تملك ترابا أو ماء، وإن كانت الكمية أقل من الكمية الأصلية. وكذا الإيمان، إذا ذهب بعضه لم يذهب اسمه عن صاحبه، لأنه فقد جزءا منه ولم يفقده كله، لأنه لم يأتي بناقض كلي للإيمان كالمرتكب الكبيرة كما علمنا. وبعد أن وقفنا على موقف الإمام ابن تيمية ومناقشته العقلية القوية لأولئك الذين اعتقدوا الإيمان ناقصا إذا ذهب بعضه، نستطيع أن نختار الرأي الراجح في المسألة، وهو ما نختم به درسنا. فالرأي الراجح هو مذهب أهل السنة والجماعة وأتباعهم الذين قالوا بقول الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وهو أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فالزيادة والنقصان تعتري عمل القلب وعمل الجوارح. فالإنسان الذي يصلي الفرائض جميعها ويصلي النوافل ويتهجد من الليل ما شاء، هو أكمل من الذي لا يؤدي إلا الفرائض، أو من الذي لا يؤدي الفرائض بالمرة. كذلك الأعمال الباطنة تزيد وتنقص، فيكون إيمان امرئ أكثر يقينا وتوكلا وإخلاصا من امرئ آخر، وهذا هو الواقع والظاهر في المسألة. وترتبط عزيز الطالب بهذه المسألة مسألة أخرى، وهي مسألة مرتكب الكبيرة وحكمه في الدنيا والآخرة، وهذا ما سيأتي به الدرس القادم من دروس هذه الوحدة.